بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتكم عزيزي. انا مشجع المنتخب الاسباني، فمعلش يعني ممكن تعمل لايك لاخوك، بما ان اخوك النهارده مبسوط بقى علشان خاطر كل حاجه النهارده خدمت الاسبان. فوز ممتع جدا 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 في واحده من اجمل مباريات اليورو حتى الان، في مباراه كرواتيا واسبانيا. المباراه اللي المنتخب الاسباني بيقدر يسجل فيها 5 اهداف وبيستقبل 3، علشان خاطر تكون مباراه ممتعه جدا، مباراه فيها 8 اهداف، وكمان المباراه اللي بعدها منتخب فرنسا ومنتخب سويسرا نشوف كمان 6 اهداف وضربات جزاء. لا يا اسطى، احنا في احلى يوم في اليورو حرفيا، معلش يعني النهارده واحد من اجمل الايام في اليورو في الماتشين اللي احنا اتفرجنا عليهم. دي حاجه لازم نتفق عليها، حاجه لازم نكون مستمتعين بيها، ان احنا بنتفرج على ماتشات حلوه بعيد على مين يكسب او مين يخسر. ويا سلام بقى الفرقه اللي انت بتحبها قدمت ماتش كويس وسجلت كتير، لا دي حاجه، دي عظمه. ويا سلام بقى لما تلاقي فرقه كوميديه كده في النص، يا ده احنا كده مخلصين الجيم. ايه بقى اللقطه الكوميديه؟ بيدري وهو بيرجع لاوناي سيمون، اوناي سيمون حس ان الكره طويله عليه ففلتت دخلت جون. اه والله بجد والله، فمنتخب اسبانيا اللي هو احنا مش عارفين نهاجم ولا عارفين نسجل واحنا متعادلين، فخلاص احنا لابسين جون وداخلين قدام منتخب كرواتيا اللي حط ال10 قدام الجون، وخلاص هنضطر ندافع. فنلاقي المنتخب الاسباني بيقدر ان هو يتعادل في النتيجه عن طريق سرابيا اللي سجل الهدف الاول. سرابيا اللي هيسجل الهدف الاول، وبعد الهدف الاول سيسر لازم الكويتا بيقدر ان هو يسجل الهدف الثاني، وبنقدر نشوف المنتخب الاسباني خلاص بقى 3-1 فيران توريس سجل، وبنشوف ان منتخب كرواتيا رجع قدر يعمل ريمونتادا ويتعادل 3-3 علشان خاطر نخش اكسترا تايم في الوقت اللي كلنا قاعدين نقول غير موراتا انريكي، غير موراتا انريكي، غير موراتا انريكي. فيجي دانيال اولمو وعاطي له واحده كده، موراتا يجي واخدها. مين يلا انت هو اللي عايز يتغير؟ لا باشا مش انت يا باشا، انت واحد من احسن الفراوده في اليورو، شهادتي مجروحه فيك يا موراتا. موراتا بيسجل هدف علشان خاطر خلاص يا معلم 4، وبعد كده المنتخب الاسباني يجي ويسجل الهدف الخامس علشان خاطر المباراه تنتهي تماما ونخلص الموضوع ده على خير، والمباراه تخلص للمنتخب الاسباني، ويبقى قاعد انريكي ورجالته قاعدين نتفرج على مباراه المنتخب الفرنسي وسويسرا ونشوف هنلاعب مين. انريكو المنتخب الاسباني بعد ما خلصوا المهمه بنجاح قدام كرواتيا قرروا ان احنا نقعد نتفرج على مباراه فرنسا وسويسرا، نشوف مين خصمنا ونشوف منتخب فرنسا يقدم ايه في الملعب. فاتفاجئوا جدا زيهم زي اي حد ان السيد ديدي شامب عايز يلعب 3-4-1-2 او 3-4-1-2. ليه بقى منتخب سويسرا بيلعب 3-4-1-2؟ ومنطقيا انت حاطط 3 تحت علشان خاطر منتخب سويسرا بيلعب باثنين فراوده اللي هو امبولو وهارس ريكوفيتش، وتحتيهم مفترض ان في لعيب زي شكوردان شاكيري. ده مفترض ان انت على الورق حاطط 3 تحت علشان خاطر في 2 فراده في الفرقه المنافسه. فالثلاثه تحت دول يكون فيهم مين؟ كليمون لانجلي وكيمبيمبي وكمان فاران. لا يا معلم انت، ده 3 تهدى دول يا معلم، دول تاخدهم كده وتحطهم في متحف باريس وتخلي الناس تتفرجوا عليهم لا اكتر ولا اقل، انما الناس دي تحطها علشان خاطر في 2 فراوده قصادهم؟ لا يا اسطى الكلام ده ما يمشيش معلش. وحاطط كمان قدامهم مين؟ رابيو بيلعب قدام كيمبيمبي، والناحيه الثانيه بيلعب قدام فران بافارد اللي هو، طب رابيو هيعمل ادوار هجوميه كطرف ولا هيخش في نص الملعب مع بوجبا وكانتي ولا ايه النظام بالظبط؟ ما حدش فاهم اي حاجه. هو الراجل قرر ان هو يفتي النهارده قدام انطوان جريزمان وكيليان امبابي وكريم بنزيما. المشكله بقى ايه اللي حصل؟ ان في عزم المنتخب الفرنسي بيحاول ان هو يسجل الهدف الاول، كره عرضيه اتلعبت، الراجل هاريس بيقدر ان هو كالعاده يخف كليمون لانجلي وبيسجل الهدف الاول. خلاص يا معلم منتخب سويسرا قرر ان هو هنرجع نركن الباص، ولو راجل اعرف سجل. منتخب فرنسا عمال يروح، منتخب فرنسا مش عارف يوصل لمرمى بتاع زومير، منتخب فرنسا بيعاني معاناه غير طبيعيه في الحصون السويسريه واللعيبه السويسريه اللي كان عندها طموح وكان عندهم روح وقلب ان احنا عايزين نطلع فرنسا النهارده وعايزين نصعد للدور الجاي. ودي حاجه تسببت فعلا ان منتخب سويسرا يقدر يتحصل على ضربه جزاء بيخش عليها ريكاردو رودريجيز وبتصدى لها كاود الفريق الحارس هوجو لوريس. هوجو لوريس بقى مصدر الكوره منحنى تاني المباراه راحت له، لان لعيبه منتخب فرنسا حست ان الجيم ممكن يروح لهم، والناحيه التانيه لعيبه منتخب سويسرا حست ان المباراه بتهرب من تحت ايدينا واحنا ضيعنا ضربه جزاء. بعدها بدقيقتين كريم بنزيما بيسجل الهدف الاول علشان خاطر الفكه ومرحله الغير ثقه وانعدام التوازن اللي كانت موجوده عند سويسرا تبدا تزيد اكتر، ويلبسوا الهدف الثاني بعدها بدقيقه علشان خاطر منتخب فرنسا يعمل ريمونتادا في 3 دقائق عن طريق الاسطوره كريم بنزيما، والموضوع يبقى بالنسبه للمنتخب السويسري خلاص الفرقه حلت ومش هتربط ثاني، علشان بول بوجبا يجي بالماركه بتاعته والارتوهات بتاعته. المباراه اللي فاتت برضه روبا تريسيو طلع واحده اخت الهدف اللي احرزه النهارده بول بوجبا سجل. المباراه كلنا قعدنا نقول خلاص يا معلم الوضع بالنسبه للمنتخب الفرنسي خلص والدنيا خلاص كده المنتخب الفرنسي هيعدي، لحد ما لقينا ان في كره عرضيه تاني هاريس بيقدر ان هو
يسبق فيها فاران المره دي بعد ما كان بيمبي ما طلع ونزل مكانه كينجز الكومان علشان خاطر نرجع نلعب باربعه تحت زي ما خلي ربنا وزي ما كنا بنلعب. ففران يقول لك لا يا معلم، هو لك لانجلي احسن مني في حاجه؟ فتلاقي ان المنتخب الفرنسي 3-2. فالراجل خلاص بقى يلا يا جماعه نزل السوكو بقى ونقلبها بقى، يعني عايزين ندافع بخمسه تحت، ويلا يا جماعه بقى نعد ال 10 دقايق دول على خير علشان خاطر كان بيمبي بيقول عيب يعني كلمه الانجليه يخربها وكمان يخربها جنبي فران وانا اقعد كده برنس. لا يا معلم انا اخلي الفرود وعدي واقع مني واحد على واحد كده وانزل انا اسف التراب على الارض علشان خاطر الراجل يصوب ويسجل والتعادل يوصل 3-3. ونروح لضربات الجزاء، ضربات الجزاء اللي انا واثق حرفيا ان ديدي شام قال للعيبه مين فيكم عايز يشوط، وده اللي كان واضح في الاختيارات. يعني ماركوس ترام انت منزله تغيير ثالث في مكانه، يعني ماركوس ترام مفترض ان هو الاحتياطي الثالث، يعني ماركوس ترام بفارد، لا مش بفارد، هو كان حاطط رابيو بعد كده نزل كومان بعد كده، مفترض ان انت دلوقتي الاحتياطي الثالث، فاعطيني ضربه جزاء رقم 3 بناء على اي اساس؟ وبناء على اي اساس ومنطق انت حاطط كيليان امبابي رقم 5؟ برضه في شويه حاجات كده بتخليك تتجنن، يعني اللي هو انت حاطط كيليان امبابي رقم 5 ازاي؟ طيب ولد شاب وموهوب وموهبه العالم مستني، بس بيقدم بطوله زي زفت ومش شايف قدامه، وزي برونو وهاري كين لعيبه استنزفوا الموسم اللي كان طويل جدا. فصعب انك تتكلم دلوقتي على ان كيليان امبابي هو الشرير في منتخب فرنسا، هو فعلا اللعيب المغرور زي ما الاعلام الفرنسي بيقول عليه. الاعلام الفرنسي مش شيطان كيليان امبابي حرفيا، لان الراجل لسه ما عملش اي حاجه في البطوله، برغم انه عمل اسيست النهارده لكريم بنزيما بس الفريق طلع خسران. وكريم بنزيما واحد من اهم اللعيبه في المنتخب الفرنسي في النسخه الحاليه من اليورو. كريم بنزيما لمجرد حضوره طغى على انطوان جريزمان، طغى على كيليان امبابي، طغى على حتى جيرو اللي نزل لعب له نص ساعه وما كانش قادر ان هو يعمل اي حاجه، لان كالعاده منتخب فرنسا ما كانش شايف قدامه النهارده بعد كل الهبد اللي عمله ديدي شامب، حتى التغييرات حتى قرارات الدفاع الغريبه جدا قدام منتخب زي المنتخب السويسري. قلنا ان انت بتخاف انك تلعب كره جميله، انك لما لعبت كره جميله اتغلبت من البرتغال فقررت انك تبعد على العالم كله، بس مش معنى كده ان كل ما تقرر ان انت ترجع تدافع اكتر واكتر واكتر الكره هتديك. لا، النهارده الكره ما ادتكش، لعبت ضربات جزاء خسرت. ما حدش يقدر يقول ان فرنسا كانت تستحق تاهل، ليه؟ لانك ما قدمتش كوره كويسه تقدر تقول انك بناء عليها كنت تستحق تاهل. عرفت ليه انا كمشجع للمنتخب الاسباني مبسوط النهارده؟ لان الدنيا بقت بالنسبه للمنتخب الاسباني نوعا ما منطقيه، اللي هو نلعب قدام سويسرا يا نتغلب يا نكسب، كسبنا والله ابن عندنا جيل شباب ووصلنا دور اربعه وهنقابل الكسبان من ايطاليا او بلجيكا، خسرنا عندنا جيل شباب، المهم ان احنا وصلنا للدور ده ما طلعناش من الدور الاول او دور ال 16، بص احنا كده كده كسبانين في الحالتين، وصلنا ولعبنا نهائي، لا يا معلم ده احنا كده عدينا الفلنكات. رحنا وخدنا البطوله، لا يا معلم لا، كل حديث حديث يا صديقي، لا لكل مقام المقال، معلش يعني. ممكن تعمل لايك او سبسكرايب لو وصلت معانا لحد هنا في الفيديو، لان حرفيا انا خلصت يعني الموضوع بالنسبه لي خلاص يعني قفل كده، اللي هو عدينا الفلنكات، احنا خدنا خلينا المنتخب الاسباني خد البطوله من واحنا قاعدين على نفس الكرسي في نفس الدقيقتين. لا يا اسطى احنا كده معديين، معلش يعني اعمل لايك للفيديو.